وصلنا إلى موضوعنا الرئيسي اليوم، واللي هو أن الأهل لا يعون مدى الألم النفسي والعذاب الذي يسببون لبناتهم أو حتى أولادهم حينما يفرضون عليهم الزواج بمن لا يريدونه، وهذا الأمر يشكل كارثة على حياتهم القادمة واللي تخيم عليها التعاسة، وقد تصل بهم في بعض الأحيان إلى نتائج لا تحمد عقبها مثل الخيانة. فما الحل برأيكم؟ وما الذي يمنع فتاة أو شاب كذلك من رفض ذلك المصير في وقتنا الحاضر؟ وهل ما زال هناك من يجبر أبناء على الزواج؟ نشوف هذا التقرير ونعود لاستقبال ضيوفنا. إجبار البنت أو الابن على الزواج أمر خطأ قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة إذا كان هناك حب في حياتهما، مما قد يكون حجة للخيانة بعد الزواج كنتيجة لهذا القرار. فالزواج أمر خاص بالطرفين ويقوم أساساً على القبول والرفض، يعني أن الفتاة قد لا ترتاح في نفسها له، وكذلك الشاب قد لا يرتاح في نفسه لها. وقد أشارت بعض الدراسات أن أغلب هذه الزيجات فشلت بسبب عدم وجود انسجام بين الزوجين، إما بطريقة التفكير أو العمر. وهناك أسباب تكون ذات صلة بإرغام الفتاة، منها البطالة والفقر والأمية والتشدد الديني والعادات والتقاليد المجتمعية. ونتيجة لهذا الإرغام يكون هناك مخاطر اجتماعية ونفسية على الزوجين منذ بداية الزواج، وقد يحدث الطلاق أو يعيش الزوجان معا ولكن دون توافق، مما يؤدي إلى الخيانة. نرحب بضيوفنا الكرام، الأخصائية النفسية ياسمين القطامي، وكذلك الباحث في لغة الاتصال أستاذ خالد دهان. صبحكم الله بالخير. موضوع لا شك أنه مهم وحساس يعني نفس الوقت. يعطيكم العافية. بداية يعني لما نتكلم مثل هالأمور الحساسة لابد أن نعرف إحنا الأسباب وراها. يعني أستاذة بالبداية، شو اللي يجبر فتاة أو رجل أيضا أنه هو يتزوج زواج وهو مو راضي، مو مقتنع مثلا بشريكة حياته أو مو مقتنعة بالرجل اللي هو راح يشاركها حياتها؟ في ناس، أول شيء صباح الخير. صباح النور. مبدئيا في ناس يقطون الكرة بملعب أهلهم، وفي ناس يقطون الكرة بملعب القبيلة والمجتمع والظروف والمصالح الاجتماعية. أي. والمصالح صحيح. لازم بس تلقى انه والله مو مني عذر، مو مني أهل، يعني أعذار هني على طول دايركت تتجه بدل الأعذار. هذا مثل من نوع من أنواع تشتيت الانتباه، بس تحط لك عذر على طول أنت تنشد حق الشخص نفسه أنه في عنده خلل في شخصيته، لأنه ما يقدر يقرر ويقول أنا شنو أبي. نعم. لما أنا أقول والله أمي اختارت لي، يعني العلة فيني، أبوي اختار لي، أوكي أنا أثق برأي أمي وأبوي، بس أنت إنسان بكيان وشخصية وعقل، رب العالمين خلقك بالشكل هذا، فلازم يكون لك قرار. صح. في الآخر الزواج قرار أو نصيب؟ لا، هو اختيار، ولازم اختيار يكون سليم لكل شخص من يعني عنده. نفرض أن الموضوع لو بنشوفه على أرض الواقع صعب جدا، يعني أن في ناس هذا يعتبر مما يسمى قانون موجود هنا بالكويت، تأخذ اللي هو الثوب حالاته رجعته منه وفيه ما في مشكلة. أنا ما اختلف في إجبار على أخذ على الزيجات يعني، ولكن السؤال أنا بالنسبة لي اللي أشوفه، هل هذا يبرر يعطي مبررات للخيانة؟ وهذا السؤال مطروح لكم. يعني لما الولد يكون مختار واحدة فرضوا عليها وكان مثلا متعلق بإنسانة واحدة ثانية، فهل هذا يعطي التبرير انه يخون مع اللي كان يحبها، مو بالعام بالمطلق ولكن مع اللي كان يحبها؟ نعم. هل الخيانه هذه مبرره تعتبر ولا لا؟ انا اشوف ان الاجبار يصنع تمرد عند الانسان. لما انت تجبر ولدك او تجبرين بنتك على زواج راح تصير متمرده. صح. اي في النهايه هي بعدين راح تروح لخيارها الاخر. نعم. فإحنا نسميه خيانة لأن في عندنا عادات وتقاليد. صحيح. ودين وكذا، هي كسرت هذه العادات والتقاليد. صح. فنعتبرناها خيانة، هي في الحقيقة راحت حق خيارها الأصلي اللي هي تبيه. عدل. بس هذا اللي سوته، فالإنسان لا حق في خياره من الأول أساسا. شو اللي يصير؟ يصير الإجبار لأن في ألم وسعادة، فهو يقارن
ازعل امي وابوي، وبعدين يطلع له ممكن شخص في التلفزيون من الدين وكذي ينبه صح عقوق والدين يسويها وكذا، فهو يضطر انه يسايرهم، بمجرد وفاتهم هو ممكن يروح لخياره. صحيح. طيب هذا ممكن يكون الموضوع للرجل، الفتاه خلينا نقول احيانا ممكن يجبرونها اهلها، وتدين يعني في مجتمعات ان مثلا لازم تاخذين هذا الشخص، وتصير مشاكل كبيره يعني حتى البنت ما تدري شو تسوي، هل هي تقول اوكي وتوافق بس عشان اهلها او امها وابوها، ولا تصير على رايها وممكن يعني تصير بعض المشاكل. لنفرض ان البنت ما عندها علاقه وما في انسان بحياتها، تزوجت انسان هذا زوجها الاول او زوجها الثاني حسب الظروف او مثل ما فرضوا اهلها لها. انت انسان اول مره ما تعرفينه، انت رافضته لمجرد انت ما تعرفينه او رافضته لامور اخرى. كل مو مقتنعه. اوكي. بما ان يعني شنو عندك فرصه انك تتعرفين عليه. في امثله وايد اكيد للمشاهدين، وانتم في امثله وايد تزوجوا ناس ما يعرفونهم، اكتشفوا الشخصيات اللي عندهم حتى لو كانت سيئه تاقلموا معاها. كل شخص من عندنا يتمنى انه يكون له قصه جميله يقولها. اذا انت قلتي والله انا كنت قاعده ببيت اهلي واهلي وجبروني والحين انا تزوجت بانسان انا ما حبيته، يا اني اخونه او اني انا اعيش تعيسه. هذه القصه اللي انت تحبين تقولينها عن نفسك، او انك تقولين والله تزوجت انسان انا ما اعرفه كان في بعض العيوب بس انا تاقلمت وهو عدلني وانا عدلته والحين الحياه مشت والحين انا سعيده او متاقلمه او عايشه بطريقه السلام. على فكره الحب ترى مو كل شيء. الحب ما يستمر ولا يكون سعيد الا بالاستقرار والامان والثقه. التفاهم هو يمكن والتفاهم. اكثر شيء. اذا انت كونتي الاشياء هذه كلها مع شخص انت ما تعرفينه، التعايش يولد الحب نفسه. بس هذا الشيء مو اكيد يعني مو قد أكيد. يكون محتمل، ممكن يكون اوكي تمشي الحياه وممكن لا. طيب في مشكله بينك. طيب احنا في الاجبار هو يعني كنا حظك يا نصيب ما يدري. ما صحيح. وهذا اللي احنا نقصده يعني هل يعني انا السؤال اللي هو يعني السؤال الكبير في هذه الفقره ان هل يعطيها يعني احنا عارفين ان كل حياه كل واحد بيعيش حياه طبيعيه وحلوه، ولكن ساعات الحب يعني ياخذك منحنى اخر، عرفت شلون؟ فممكن هذا الانسان يتجه مره ثانيه، مو جبرتوني انتوا انتوا جبرتوني ان اسوي، انا ما ابي اسوي شيء. اوكي. يعني شرعا لو بناخذ من الشرع اعتقد ما يجوز انه شيء بالاجبار. نعم. صح؟ لانه راح يسبب عليه تترتب عليه اثار. وهذه من الاثار يعني، هل انا معاقب عليها ولا محاسب عليها قانونا؟ قانونا القانونيين يعني حسب علمي انه اذا صار الواحد عمره 21 سنه هو يقدر يتزوج بدون اهله. فلذلك الرجل ممكن يتمرد شوي على اهله عادي، اما البنت شوي في عليها ضغط. اما من ناحيه الشرع يعني من القصص اللي ذكرت في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام ان في بنت اجبرت على زواج ابن خالها، فراحت شكت له ونادى ابوها وطلب بفض هذا الزواج. يعني هي قالت له انه زوجني ابن خالي عشان يرفع من مكانته، فنادى وسال يعني ليش هذا الشيء صار وان المفروض كل واحد ينفصل. فهو حل الاجبار يعني عشان يتم الاستقرار هو الطلاق. أي. انك انت تختار طلاق احسن من لا تروح قدام ويصير مشاكل، لانه هو مجبر نهائيا مو مقتنع بهالزواج يعني ما راح يتاقلم اذا هو الشخص من داخله رافض انه يعيش مع الشخص. وبعدين هذه هي اصلا مشكله عند الاسر، يعني الابو تلقى يبي يعيش او الام تبي تعيش دورها ودور بنتها ودور ولدها. ما يصير. فمثلا انا مره من المرات شفت واحد عمره 13 سنه شاطر رسام، ابوه الا يبي يلعب كاراتيه الا يبي يلعب كاراتيه، فقاعد اقول له انا كيف انت تبي تعيش حياتك وحياة غيرك؟ لأن في السابق هو كان يقول أنا كنت ودي أصير بطل بالكاراتيه، فالحين ولدي لازم يصير يطبق. أنا تزوجت أمك مثلاً محبتني وهذه عجبتني كل واحد لازم يحدد مسير حياته، يعني هو اللي هذه حياته بالنهاية. طيب بوقت الحالي مع الانفتاح اللي احنا نقول ان الناس قاموا يعيشون حتى بدول الخليج، هل موجود هالشيء هذا؟ في قصص من هالنوع يعني بكثره مثل ما كنا نسمع فيها، ولا قامت شويه تقل يعني صار في وعي عند الاهل اكثر انه ما نزوج عيالنا غصب؟ من ناحيه الوعي زاد الوعي. اي زاد الوعي عند الطرفين، عند الابناء وعند الاباء. ساعات انه مثلا يكون فعلا في اجبار من ناحيه الاهل، بس الولد نفسه يقول لا انا ما اقدر، انتوا تبوني بعدين انا اخون زوجتي او اهدم بيتي، انتوا تبون احفاد لمجرد الاحفاد من الانسانه هذه. وفي ناس وايد تحايلوا حتى على الوضع هذا، خلاص يتزوج اللي هو هم يبونها،
يجيب منها عيال ويخليها، هذا ظلم لها. صح، هذا ظلم لها، ويروح يتزوج إنسانة ثانية حتى لو ما كان في عنده حب قبل الزواج، يروح يتزوج إنسانة ثانية. طيب للبنت، البنت هني نقول المجبرة إن هي هم بعد تحب أو ما تحب هم غير مبرر الخيانة، لأن الخيانة كمفهوم غلط وكشرع غلط. صح. وكقانون هم بعد هي محاسبة حساب أكثر من الرجل، وكمجتمع أنتوا عارفين هالشيء. صح. إذا شو سوي؟ لا يبي يطلقني وراح أروح أنا مشاكل عائلية. صحيح. وراح أدخل في متاهات مع أهلي ومع الناس ومع المجتمع، وكل واحد طريقة تفكيره والله أنا شلون حلي هلي. يلا أنا أقول لك راح حلي هلي. يعني. أنا أقول لك لا ما البنت لا البنت لما تتزوج، خلينا نقلب الصورة، البنت تزوجت وتزوجت إنسان تعايشت معاه ويابت منه أطفال ومستقرة، تي الأم تقول لها أنت أنا مو عاجبني الإنسان هذا تطلقي منه، شنو كم الكفاح اللي راح تسويه البنت علشان تظل مع زوجها وأبو عيالها؟ صح، شنو الكم من هذا؟ وراح تستشهد بالدين وبالقانون، وراح تحارب الموقف كثر ما هي تقدر رغم أنها تحب أمها بس علشان تحافظ على زواجها. خلينا نقلب الآية مثل قبل شوي، تزوج الإنسان هذا تقدر هم بعد تستشهد من الدين وبالقانون وبالأخصائيين، يعني تصر على موقفها وما موقفها. هذا اللي أنا كنت أبي أوضحه من البداية، شخص الشخص نفسه، البنت نفسها، الولد نفسها. زين ليش أنا أدافع عن شخصيتي في حالة أني أنا أبي وما دافع بشخصيتي إلى هذا؟ طيب قراري أنه أنا ما أبي. يعني هذا الكلام اللي إحنا قاعد نقوله أنا أدري أنه في وايد أمور تترتب عليه. خلونا ناخذ بس هذا الفاصل ونرجع لكم مشاهدينا. عودة لكم وعودة لضيوفنا الكرام. أستاذة ذكرتي أن في حالتين، أن في حالة اللي تكون واحدة ترفض ما ترفض أنها تطلق ريلها إذا كانت تحبه وعندها عيال، وفي الحالة الثانية أن ليش ما ترفض قبل الزواج. وذكرنا يمكن بالفاصل قلت لك أن في الحالة الأولى ليش ترفض إذا كانت متزوجة وعندها عيال، لأن خلاص هي انضجت صار عندها عيال وصار عندها كيان، صارت أم، يعني أم راس براس مع أمها. اما في الحاله الثانيه تكون ضعيفه ما عندها تبي تطلع من البيت وفي ضغوط وايد اكثر مما ان هي تكون متزوجه ويكون لها حالها. ولكن هذا يطرح سؤال، يمكن نقدر نجر سؤال، السلوك اللي المفروض ان احنا مثلا انت كشخص مجبر شلون تقدر تتعامل؟ يعني لابد ان عندي سلوك، هل اكسر الخوف واواجه المجتمع ولا انحاش بهالطريقه؟ المواجهه من البدايه افضل من المواجهه مع يعني اسره كامله. والواقع اللي في الواقع يعيش. اكسر بعض هذه المعتقدات عندك، يعني انه ما يصير اقول رايي قدام الكبير، ابوي وامي ياخذون كل قراراتي، ما انت تبدي تكسرها في التخصص لما يجبرك على تخصص مثلا طب وهندسه تقول ما ابي مثلا ابي اديش محاسبه وشي، تكافح عشانه. كذلك كافح عشان تختار شريكة حياتك أو تختارين يصير شيء إذا أنا كافحت؟ مهما يعني يصير من مشاكل نفسها راح تصير بعدين وأكثر. يعني لما تتزوج وتيب تطلق، الحين هي صارت مطلقة طبعا على البنت أكثر بعد، ها صارت مطلقة، أهلها ما يعني محبين هذا السلوك، أهلها محبين هذا السلوك، الناس تسأل ليش وش حقه، فصار أكبر العاقبة، صارت أكبر من البداية. واجه أي خوف انت تكون فيه، لازم انك تكسره من البدايه، اقتحام الخوف ينهي. استاذ لحظه عفوا بس يعني مقاطعه حق كلامك، الخوف يكون عند البنت يمكن اكثر من الرجل. نعم. يعني نعم. البنت هي يمكن تحدها ظروف اكثر. صح. من الرجل، الرجل ممكن ترى يطلع من البيت ويتزوج وعادي يعني ويقول عنه ريال. صح. يعني صح. أيوه. اما البنت يسوي إيه؟ هذه طبعا في فكر المجتمع، انتم كدوركم كاعلاميين واحنا كمحاضرين لازم ان ننمي هذا السلوك عند الناس، ان ما نكون مجتمع ذكوري. أي. يعني الولد إذا سواها وطلع من البيت يقول والله ريال ما أسمع كلامه، خذ اللي يبيها وسواها. البنت إن سوتها والله ما تستحي وكذا حكي وكذا. وايد إيه يطلع عليها حكي، يعني هذه غير مؤدبة صارت. ففي الواقع أنه لازم إحنا نتيح لأبنائنا ذكر أو أنثى الخيار في حياته، هذه حياته مو حياتنا، إحنا نعيش الحياة اللي إحنا نبيها ونخليهم ونوسل لهم، يعني نعطيهم جميع الوسائل أنهم يعيشون الحياة اللي يبونها. فهذا لازم يكون عندي أنا وعي، عندي إدراك في أن أطفالنا يجب أنهم يختارون
فهذا الدور في الإعلام في المدارس المفروض تدرس، يعني لو بيدي مادة اسمها كيف تختار، اي والله صدق، يعني أهدافك في الحياة، حياة كلها اختيارات. نعم، فيها وايد مختار، في الناس الحياة عندهم إجبار، يا أبيض يا أسود. صح. هي لا، الحياة ملونة وفيها جميع الخيارات والاحتمالات اللي ممكن أنت تعيشها، أنت كيف تبي تعيش قرر، بس مسألة قرار. فالمواجهة هي شيء جيد راح يكون في هذا الوقت. نعم. يعني هنا نقول هني اللوم على الشخص نفسه إذا تزوج وقال أنا ما كنت مقتنع بهالزيجة هذه، فهو الملام، يعني هذا اختياره يقولون له حتى مع الإجبار. لأن المشكلة مثل ما تفضل الدكتور أن هذه المشكلة صايرة، أسوي مشكلة بيني وبين أمي وأبوي أحسن ما أنا أنتقل حق أسرة ثانية. طب إحنا قاعد نتكلم عن مشكلة، يعني مو هو شو شيء، لا هو كل شيء ينحل بالنقاش، يعني كل شيء ينحل بالنقاش. وفي ناس يعني حتى حل الموضوع هذا ما يحلونه بالنقاش. يحلونه بالطق، بالتهديد، بالحبس، انه ماكو جامعه، ما في كذي. انا اتكلم عن البنت. صح. عرفتي؟ بما انها العنصر اللي اقل يعني قوه من الولد. اي. خلاص هني تظل المشكله داخل بيتنا، انا وامي وابوي واخواني، لغايه ولا اني انا اكون زوجه فلان وادخل بالعائله الفلانيه، وبدل ما تصير الموضوع يخصني انا، يمس اهلي، يمس خواتي، يمس اخواني. والسبب اني انا قلت لهم ما ابي اعيش هني، مو هذا مكاني، انا مكاني للحين او انه دوري مو مع الانسان هذا بوقت ثاني او بمكان ثاني او بيت ثاني. هذا مو حل. خيانه، الخيانه مو مبرر، الخيانه مفهوم خاطئ. انا ممكن اقدر اخون وانا غير متزوجه، اخون ثقتي بنفسي، اخون اهلي، اخون المجتمع، اخون حتى ديني وفكري الداخلي. الخيانة ممكن انها تصير بكل وقت وبكذا صورة. بالنسبة حق الاهل، طيب شو الفرق بينه وبين الاغتصاب؟ وهذه احد الاطروحات اللي موجودة هني، لو واحد تزوجوك او زوجتها غصب، يعني بهالطريقة هذه تغتصب كل يوم، وين حرمتها؟ عيل غطاء شرعي وقانوني. غطاء شرعي وقانوني، بس تغتصب كل يوم. تغتصب كل يوم لو اذا هي رافضة للزواج هذا، فتكون الاتصال الجسدي بينها وبين زوجها اغتصاب كل يوم، علشان الحاجز النفسي اللي هي حاطتها، هي إنسانة مجبرة. هني السؤال راح يكون موجه لها، متى راح تكسرين القيد؟ انتي مو هو. وهني هو حتى يعني الأهل يعني الصراحة وايد ملامين على هالشيء هذا، لأن بعدين في بعض الأهل يخلون مسؤوليتهم من بعد ما زوجوها، كأنهم ما سووا شيء، وكأنهم ما حتى تكلموا، وكلها منك أنتي ما تعرفين. وهي من البداية كان في مشكلة. يعني دور الأهل بعد إن هم ينتبهون، صحيح إن هم ما يفكرون بهالشيء نهائيا ولا يجبرون عيالهم حتى لو ما تزوج، كيف خلاص. صح، هو يساعده على الخيار. صح. الأسرة يساعده على الخيار. احنا أيضا خلينا نقول يعني نرتبها، إن أول شيء أنت لك الحق في اختيار حياتك بالطريقة اللي أنت تبيها، الوالدين لكم حق في إرشاده في خياراته. نعم. اثنين، ان احنا لا نبينها انه بس تصير مشكله، ترى ليش تنشأ مشكله؟ لان طريقه التواصل غلط صارت بينه وبين ابوه ما يفهم باللغه اللي هو قاعد يكلمه، كيفي وكذا ما يفهم، ممكن لازم تكلمه بلغته. في مثل. نعم. في التواصل انك انت تعطي الارنب جزر، ما تعطيه لا لحم مشوي ولا لحم مقلي، لانه ما راح ياكله. نعم. فانت كيف تقدم حق الوالدين قناعاتهم بان انت هذا خيارك وهذا رايك، بدون مشاكل، بدون تصادم. صح. اي شيء تقاومه يقاومك. نعم. اذا قاومت الوالدين بيصير قصبا عليك تاخذها والعقوق وكذا. صحيح صحيح. نعم. صح. احنا شاكرين لكم، وخير بن كان يكلمنا على الموضوع حضرتكم، يعني وكفيت ووفيت بهالموضوع، شرحتوه من ناحيه علميه ومن ناحيه يعني ايضا حتى الناحيه الاجتماعيه اللي الناس يغفلون عنها. يعني مهم جدا هذه. يعني شكرا لكم. شكرا لكم. شوفوا مواضيع ثانيه ان شاء الله اهم واقوى بعد كذا. يعطيكم العافيه وشكرا على حضوركم. اذا مشاهدينا ان شاء الله من بعد هذا الفاصل مع الفقره القانونيه خلكم معنا.